بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها حفلا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة. بهذه المناسبة رفع معالي وزير النفط أسمايات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبات السعيدة التي تعمق من قيم الولاء والانتماء. أكد معالي الوزير أن التوجيهات السديدة من جلالة الملك المفدى عززت من قيمة ومكانة قطاع النفط والغاز الاقتصادية والاجتماعية، ووفرت المقومات والتسهيلات التي مكنت البحرين من تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستكشاف والإنتاج، مشيرا معاليه إلى أن الاحتفال بالعيد الوطني يعد مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مختلف القطاعات، من بينها قطاع النفط والغاز والذي يشهد العديد من المشاريع النفطية الهامة التي عملت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها على تنفيذها. أكد معاليه أن القطاع النفطي في مملكة البحرين استطاع مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث لم تتأثر المشروعات والمؤسسات النفطية بالجائحة بشكل كبير، والعمل جاري على قدم وساق في تنفيذ المشروعات القائمة. طبعا شركاتنا النفطية دائما سباقة في مشاركة الوطن في أفراحه، واليوم طبعا نشكر شركة بيكو والأخ خالد جمعان على هذه الفكرة الرائدة باستخدام الحاويات، يعني وجود مجموعة من اللقطات الوطنية بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس لسيد جلالة الملك. طبعا ترون شعارات الشركات النفطية متواجدة وهي راعية لمثل هذه الفكرة. نشكر على القائمين عليها، واشكر على العاملين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولجميع الشركات النفطية لهذه المبادرة، مو بشيء غريب عليهم، وشاكر ومقدر لكم حضوركم معانا، وكل الشكر والتقدير إلى أخي وزميلي معالي وزير الإعلام على التغطية الرائعة في خلال هذه الأيام في أفراح البحرين، والله يجعل أيامكم كلها أفراح.